أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم علم طفلك، علم طفلك مع الخالة ناني. بعد طول انتظار وبعد وقت طويل يسعدنا ان احنا نكون معاكم في برنامجنا علم طفلك. معانا مواهب جميلة هيعرفونا على نفسهم، متسابقين متسابقين برنامج علم طفلك مع الخالة ناني. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اسمك إيه؟ رجيني كريم. رجيني كريم، أهلا يا لوزي. والجميلة؟ سلمى كريم. أهلا يا سولي. لمار كريم. أهلا يا لمار. دلوقتي إحنا كنا عايزين نرحب بيكم أولا ونقول لكم أهلا بيكم في برنامجنا، وكمان نتكلم عن مسابقتنا، مسابقة المبدع الصغير اللي قدمتها الخالة ناني اللي هو نورة الحسين اللي قدامكم دي. قدمتها لكم على صفحات السوشيال ميديا عبر حكايات الخالة ناني على الفيسبوك، وكل السوشيال ميديا تقدروا تتواصلوا معانا على تويتر أو على الفيسبوك أو حتى كمان على الانستجرام، هتلاقونا موجودين على صفحتنا الخاصة، وبننتظر تلفوناتكم معانا للمشاركة على الهواء مباشرة بالأرقام اللي هتظهر على الشاشة عشان تكونوا معانا. مسابقة المبدع الصغير بتتيح لكل أطفالنا إن هم يكونوا يظهروا موهبتهم وإبداعاتهم، سواء كانت في الحكي، السرد زي الخالة ناني، أو حتى كمان في الرسم أو تلاوة القرآن أو حتى الموسيقى والغناء. معانا الجميلة اللي هنرحب بيها وهتتكلم عن موهبتها النهاردة، الجميلة لوجي. لوجي، عرفينا على نفسك، كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، في الصف كام؟ السادس الابتدائي. تمام. لوجي، انت تواصلتي معنا ازاي من خلال مسابقتنا؟ من على طريق الفيسبوك. تمام. وقولي لنا بقى، عملتي ايه لينا؟ جهزتي ايه؟ ايه اللي شاركتي بيه لكل اللي معانا على الشاشه عايزين يعرفوا انت شاركتي معانا بايه؟ بقصه. بقصه انت اللي مألفاها وحكيها؟ قرأتها من كتاب. قرأتيها من كتاب وحكيتيها؟ يعني تقدري تقولي موهبتك هي عباره عن ايه؟ عنها اللي انا بحكي قصص. تمام، زي الخالة ناني كده. اهلا وسهلا بيك يا لوجي. طيب يا لوجي، احنا عايزين نعرف من خلال وصولك لينا هنا هو للتأهيل في حلقتنا ووصولك على الهواء مباشره، عايزين نعرف منك انت اتكلمتي عن ايه في الحكايه بتاعتك. حكايتك كانت عباره عن ايه؟ قولي لكل المشاهدين عشان يعرفوا ويكونوا زيك. انا حبيت الحكايات او اللي انا احكي قصص وكده من خلال الخالة ناني، ربنا يخليك. فحبيت ان انا احكي قصص، فبدات ان انا احكي قصص كتير، واشتركت في المسابقه، واشتركت في قصه الكنز. الكنز. تمام. تقدري تقولي لنا ملخص كده عشان اصحابنا يعرفوا ان قد ايه لوجي مهتمه بالقراءه، وده اللي بنشجع بيه كل اطفالنا على مستوى العالم كله ان هم يجتهدوا في القراءه ويعشقوا القراءه لانها هتعلمنا كتير، واللي ثبتت ابحاث كتيره انها بتنمي خلايا المخ، وان الانسان لما بيقرا اكتر بيعرف وبتزيد عنده المعرفه، وانه لما ما بيقراش او بيحاول ان هو يختزل المعرفه بتاعته من خلال سمعه او من خلال القراءه، فهو بالتالي بيقلل او هنقول بيعمل دمور لخلايا مخه، فعليه ان هو يزودها. ازاي هيزودها؟ من خلال قراءته الكثيره، وده اللي بشجع فيه لوجي وبحييها على الهواء مباشره، وعشان كده هي قدرت تكون معانا. مش بس كده، دي كمان قدرت ان هي تحكي الحكايه وتوصلها باسلوب جميل زي الخالة ناني، وانا سعيده جدا بوصولك معانا يا لوجي. طيب يا لوجي، يلا قولي لنا الحكايه بتاعتك كان ملخصها ايه، او بتتكلم عن ايه، وايه اللي استفدتيه؟ اللي استفدته ان الكنز مش لازم يكون مال او ذهب، هو ممكن يكون نزهه جميله، او ممكن يكون اللي احنا بنشوف حد عزيز طيب علينا. طيب انا عايزاكي تقولي الكلام ده ثاني للكاميرا مباشره، بصي للكاميرا واحكي. لوجي الكاميرا اهي. تمام. اللي انا استفدته من القصه مش لازم الكنز يكون مال، المهم ممكن يكون نزهة جميلة، أو ممكن يكون اللي احنا نشوف حد عزيز علينا احنا بنحبه. تمام. يعني احنا دلوقتي بنقول ان ملخص الحدوتة الجميلة اللي استفادتنا وفادتنا بيها الجميلة لوجي، ان الكنز بيكون ممكن يكون رحلة جميلة، مش شرط يكون مال. القناعة شيء جميل، وانا بحييك على القصة الجميلة المفيدة اللي اشتركتي بيها معنا. طيب معانا متسابقين جمال جدا هيقولوا لنا برضه عن اعمارهم، وهيقولوا لنا عن ايه اللي هم اشتركوا بيه. والجميل ان انتوا اخوات، صح؟ الثلاثة اخوات، ولكن كل واحد ليه موهبة جميلة مبدعة مختلفة عن الاخر، فمن خلال مسابقتنا واشتراكهم معانا اظهروا المواهب دي. تعالوا نشوف الجميلة سلمى. سلمى، اهلا. ازيك يا سلمى، عاملة ايه؟ كويس.
منورانا في حلقتنا الجميله الخاصه بعلم طفلك مع الخاله ناني. يلا يا سلمى قولي لجمهورنا ايه هي موهبتك؟ موهبتي الرسم. الرسم، كم عمرك يا سلمى؟ 8 سنين. سلمى عمرها 8 سنين، يعني انت في الصف الكام؟ الثالث الابتدائي. هايل جدا، في الصف الثالث الابتدائي. سلمى عمرها صغير جدا ولكن موهبتها هتحكي لكم عنها بالتفاصيل. شوفوها. يلا يا سلمى قولي لنا موهبتك عباره عن الرسم، ورينا لكل الجمهور، وري على الكاميرا كده، ارفعي الصوره الجميله اللي انت اشتركتي بيها من خلال خاله ناني. تمام، دي صوره ايه يا سلمى؟ صوره الاهرامات. تمام، وايه الصوره الثانيه اللي اشتركتي بيها برده معانا؟ الوانها البسيطه ورسوماتها البسيطه اللي تخلينا ان احنا نشيد من موهبتها الجميله، رغم انك رسمه بالقلم الرصاص والالوان الخشب، صحيح كده؟ سلمى احكي بقى عن الصور الجميلة اللي انت رسماها، بتعبر عن ايه وليه اخترتي تحديدا رسم الحاجات الجميلة دي؟ بتعبر عن ايه الاول؟ رسمت الهرم علشان انا ارفعي الكاميرا كده، في خيالي بحب الاهرامات جدا وبحب مصر. تمام. وبحب ان انا ارسم حاجات كده وارسم الاهرامات. تمام. وحبيت الرسم ورسمت هرم ورسمت مصر. عبرتي عن حبك لمصر بالرسمه الجميله دي. طيب احكي عن الرسمه الثانيه، انت رسمه فيها ايه وايه المنظر الجميل الطبيعي ده؟ انت بتحبي الطبيعه وبتحبي تشوفي الحضاره الجميله العظيمه الخاصه بمصر، فحبيتي تنقلي صوره جميله من خلال رسوماتك البسيطه. احنا بنشجع اولادنا من خلال اعمارهم الصغيره، مهما كانت موهبتهم لسه بيتعلموا، لسه بيحاولوا ان هم يرسموا يعبروا بالالوان البسيطه الجميله، فاحنا بنشجعهم على ده. وكمان الجميله سلمى هتقول لكم هي حابه ترسم عن مصر. ليه يا سلمى رسمتي عن مصر؟ عشان بتحبيها؟ بحب مصر جدا، صح؟ هايل يا سلمى، نورتينا في الحلقه الجميله بتاعتنا. ودلوقتي عن موهبه منفرده جدا 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 وخطيره جدا جدا جدا، موهبه لمار الجميله، وهنخليكي تحكي تاني عن الرسمه الجميله اللي انت بتطلعيها، لكن خلينا نعرف لمار عمرها قد ايه؟ لمار عمرك قد ايه؟ 6 سنوات. 6 سنوات. طيب يا لمار، تعالوا نطلع فاصل، وقبل ما تحكي لنا لمار عن موهبتها نشوف الخاله ناني بتقول لنا ايه من خلال بره الصندوق. تعالوا بينا نسرح بأفكارنا ونفكر في حاجة جديدة، حاجة تملح علينا حياتنا، يعني مثلا نفكر في أفكار خارج الصندوق، أفكار إيجابية ممكن تسعدنا وتبسطنا، ولو مش لاقيين اللي يسعدنا نحاول ندور عليه. دوروا على كل حاجة بتسعدكم وابعدوا عن الأفكار السلبية خاصة في الفترة دي، ودوروا على إزاي تسعدوا بعض وتهنوا بعض، وافتكروا إن الخير كتير قوي بس انتوا اتفقلوا بيه. تحياتي لكم، نور الحسيني. ورجعنا لكم مرة تانية بالإيجابية بعد ما سمعنا التقرير الجميل لينا، يا رب يكون عجبكم، تقرير خاص من الخالة ناني عن إزاي نحاول إن إحنا نتفائل، نبص لبرة الصندوق، ما نحاولش ان احنا نشوف الموقف او اي حاجه حوالينا بتشاؤم، عشان نقدر نعيش ونخطي خطوات جميله لاولادنا ولمستقبلهم معانا معاكم. دلوقتي هتكون الموهبه الجميله لمار. لمار يلا عرفي الجمهور عن موهبتك واسمك وسنك الاول. انا اسمي لمار، عمري بصي للكاميرا بتاعتك هنا. انا اسمي لمار، عمري 6 سنوات. تمام يا نمار، قولي لنا عن موهبتك، موهبة ايه؟ الغنى. الغنى او الغناء. طيب يا لمار قولي لنا بتغني ايه؟ لمار موهبتها مش عادية، مش بتغني اغاني عادية، لكن هتسمعوا دلوقتي موهبة جميلة. تمام،
ومعانا متسابقه جميله جدا من متسابقين الخاله ناني، واللي هتجهز لكم دلوقتي مفاجاه عشان تعرفوا قد ايه متسابقينا جمال وموجودين معانا ومتابعينا دايما. معانا المتسابقه رحاب. الو الو الو، ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون يا حبيبتي؟ الو ايوه رحاب، وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. الو اهلا بيكي يا رحاب. اهلا بحضرتك، نورتينا باتصالك يا رحاب. دلوقتي عايزاك تعرفي نفسك، ازاي اشتركتي معانا في مسابقه المبدع الصغير من خلال حكايات الخلاناني عبر الفيسبوك؟ اتفضلي. انا اشتركت عبر الفيسبوك وشفت المسابقة وعجبتني وحبيت ان انا اشارك بموهبتي. موهبتك كانت ايه يا رحاب؟ الرسم. هايل جدا. طيب يا رحاب قولي لنا، رسمتي ورود جميلة، وانا بطلب من بعد اذنكم نعرض الوردة الجميلة اللي رسمتها رحاب. تمام، وشهادة رحاب المقدمة من الخلناني المبدعة الصغيرة نجمة الإبداع بمشاركتها معانا. رحاب انتي فوزتي معانا اهو، والشاشة معاكي. بصي كده على الشاشة هتلاقي صورة الشهادة الخاصة بيكي المقدمة من برنامجنا علم طفلك من خلال مسابقتنا، مسابقة المبدع الصغير. أيوة شكرا، متشكرة جدا شفتها. ماشي يا حبيبتي، احنا بنشكرك لاتصالك وشكرا مشاركتك. تعالوا نكمل حلقتنا مع الجميلة لمار. يلا يا لمار. انا اللام الشمسية. استني قبل ما تقولي لهم، انت تقولي لهم اغنية عن ايه؟ عن اللام الشمسية. هايل جدا. اسمعوا لمار هتقول لكم قاعدة جميلة من قواعد اللغة باغنية جميلة من تلحينها. يلا يا لمار. انا اللام الشمسية بيقولوا عليا شقية، أنا اللام الشمسية بيقولوا عليا شقية، ما بحبش حاجة فوقية واللي يجي بعدية لازم يكون عالي شدة، شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وضمة، المهم شدة. هايل جدا. طيب وكنت هتقولي لنا الحروف برضو باغنيه جميله. اصحابي هم مين عارفينهم يا حلوين، اصحابي هم مين عارفينهم يا حلوين، اصحابي تلات اطفال نون تاء فاء شين سين ضاد صاء لام ظاء تاء طاء، واربعه من الحروف دال ذال راء ذي، رايحين فين تعالولي، اما تكتبوني اوعوا تنطقوني. هايل جدا، هايل جدا جدا يا لمار. بحيي الجميله لمار على ان سنك كام سنه يا لمار؟ قولي لجمهورنا تاني. 6 سنوات. 6 سنوات وجميله جدا، بتعبر عن اللغه وباغاني جميله، بتحاول تبسط المعلومه ليها ولكل اللي حواليها باغاني عن القواعد وكمان ملحنه للحروف. جميله جدا يا لمار، بحييكي جدا. وطبعا مواهبنا لسه ما خلصتش. كمان كنت عايزه اقول لكم عن الموهبه طه حسني اللي شارك معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وقال لنا عن تلاوه القران، تلا القران بتلاوه جميله جدا، واحنا طبعا هنعرض له دلوقتي الشهاده الخاصه بيه والخاصه من خلال برنامجنا علم طفلك الابداع مش بس. تمام ونقول الو. تمام، شهادة طه حسني اهي من صعيد مصر اللي شرفنا وكان معانا بمشاركته، ونظرا لطول المسافة جدا لان هو من سوهاج فما قدرش يكون معانا على الهواء مباشرة. بحيي كل الموهوبين الموجودين معانا واللي قدروا يشاركوا من خلال مسابقتنا المبدع الصغير، وبقول لكم ان لسه المسابقة شغالة والمسابقة مفتوحة لكل المبدعين. تمام ونقول الو. معانا اتصال هاتفي من استاذ محمد اسماعيل. الو الو، اهلا اهلا يا محمد، ازيك؟ ازيك، انا اسمي محمد. اتفضل يا محمد. كويس، اهلا بيك. ايه رايك في حلقتنا النهارده؟ احنا بنقدم مسابقه جميله وعايزين كل الاطفال يشاركوا فيها واطفالنا. ايه رايك في مواهبهم؟ انا بشكر الخلناني على مجهوداتهم
وعلى كل حاجة بينزلوها على اليوتيوب، ويشجعوا الأطفال على الرسم وكل المواهب. شكرا ليك يا محمد، شكرا لكلامك الجميل. وانت كمان اعتقد كان معانا مواهب كتيره موجوده معانا، كان معانا محمد كمان بيشارك بموهبته بالرسم، معانا مواهب متعدده في الرسم والغناء وكمان تلاوه القران بالصوت العذب. انا بحيي كل اولياء الامور اللي اهتموا ان هم يشجعوا اولادهم وان هم يبدعوا ويوصلوا لينا من خلال علم طفلك. تعالوا دلوقتي نشوف عبر الشاشة الجميلة بتاعتنا شهادات أولادنا واللي هنكرمهم وهنمنحهم قدامكم دلوقتي حالا شهادات جميلة خاصة بيهم. تمام، عندنا سلمى. طيب، وقبل ما نطلع نشوف شهادات أولادنا خلينا معانا دلوقتي. تمام، معانا دلوقتي شهادة لامار الجميلة. لامار، يا لامار مبروك يا لامار، انت فزتي معانا بلقب نجمة الإبداع. عرضيها على الشاشة كده اهو، عندنا على الشاشة. وكمان معانا سلمى. سلمى يا سلمى، نجمة الإبداع من برنامجنا علم طفلك ومسابقة المبدع الصغير اللي بتقدمها الخالة ناني. ومعانا كمان، تمام، شهادة سلمى، ومعانا الشهادة الجميلة الخاصة بلوجين كريم. اتفضلي يا لوجي. عايزة اقول لكم ان الابداع محتاج تقدير، والتقدير عندنا عظيم جدا لاولادنا. وجودهم على الهواء ان هم بيحكوا لاول مرة عن مواهبهم وعن ابداعاتهم، انا حقيقي بحيي اولادنا وعن ابتكاراتهم. ولسه المسابقة شغالة، للي حابب يشترك معانا من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا، عبر السوشيال ميديا على صفحة الفيسبوك مع الخالة ناني، او عبر اليوتيوب تقدروا تشوفونا وتشوفوا حكاياتنا. ولكن تمام، ومعانا كمان محمد ماهر المبدع الصغير اللي شارك معانا على سنوات عديدة بموهبته في الرسم. ومعانا كمان رحاب محمد اللي شاركت معانا بموهبتها واللي اتواصلت معانا دلوقتي من خلال اتصالها عبر القناة. وكمان محمد اللي شارك معانا برسمة خطيرة جدا لكوفيد. ربنا يحفظكم ويحفظنا من أي شر. عايزة أقول لكم إن الفترة اتخذوا من كل شيء صعب في حياتكم بدل ما يكون محنة، خلوا منحة بإرادتكم وعزيمتكم للإصرار وإنكم تكونوا أفضل. أولادنا قدروا يوصلوا من خلال الفيسبوك على الهواء مباشرة مع الخالة ناني. لكن تعالوا نسمع دلوقتي هنقدم إيه. عايزة أقول لكم هنعمل مسابقة خطيرة أولادنا ما سمعوش عنها. هنسألهم في أسئلة جميلة علشان نستكشف أولادنا بيعرفوا بعض ولا الفيسبوك والتكنولوجيا خلتهم إن هم يبعدوا عن بعض وما يتأثروش ببعض. السؤال هيتسأل والمسابقة هيبقى اسمها مع الخالة ناني هل تعرفني؟ يلا نشوف الخالة ناني مجهزة لنا إيه. السؤال هيكون خاص للوجي واللمار. السؤال بيقول ايه اكتر ماده بتحبها سلمى؟ الفرنش. تمام، هايل جدا. وانتي؟ الماده اللي سلمى بتحبها الفرنساوي. ايوه، والماده بسرعة بسرعة بسرعة، ها الوقت بيعدي. واللغة العربية. هي سلمى بتحب الفرنساوي واللغة العربية. هايل جدا، ودي الإجابة الجميلة اللي كانوا فعلا أخواتنا أو أصحابنا عارفينها من أهو، عارفين أختهم كويس. وتعالوا نطلع فاصل نسمع الحكاية ونرجع تاني، واستنوا عشان في مفاجأة.
حوا جمال برنامج علم طفلك مع حكايات الخالة ناني. علم طفلك برنامج هيفيد أطفالنا ومع المتسابقين الثلاث، متسابقين الخالة ناني اللي فازوا معنا بجائزة المبدأ الصغير ولقب نجم الإبداع. يلا كونوا معنا، يا ترى اللقب هيروح لمين؟ لكل الفائزين ولا للتلاتة فائزين ولا الفائز واحد؟ خليكوا معنا وتابعونا. عايزه اقول لكم السنه او العام الجديد مر عام علينا على من خلال شاشتنا هنا اهو، شاشه الصحه والجمال في برنامجكم علم طفلك. وانا بشكر كل الموهوبين اللي شاركوا معانا، وشكرا على الاحتفال الجميل اللي قدموه لينا. تعالوا اتفضلوا معانا وخليكم معانا دايما من خلال برنامجنا علم طفلك مع الخاله ناني، علشان تكونوا متواجدين دايما. وشاركوا معانا في مسابقتنا من خلال ارقامنا اللي ظهرت على الشاشه، او من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بينا حكايات الخاله ناني او علم طفلك مع الخاله ناني. تقدروا تشاركوا معانا وتكونوا موجودين. شكرا على الاحتفال الجميل، وشكرا ليكم لوجودكم معانا على الشاشه. بشكركم جدا وبتمنى لكم عام سعيد، وشكرا لكم الخاله ناني.